السلام عليكم شباب وصبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الحلقه الاولى من سلسله، خلينا نقول برنامج التضخيم. هذا البرنامج راح يكون مركز على التضخيم، التضخيم العضلي طبعا. فراح نعمل سلسله، هاي المجموعه من التمارين راح تكون 6 تمارين، يعني 6 ايام بالاسبوع ويوم واحد راحه، سواء تاخذ يوم الراحه بالنص او يوم الراحه بالنهايه، هذا الامر راجع لك الك. فراح ورجيكم اليوم التمرين راح يكون صدر وترايسبس. ام راح احط شرح كامل للجدول التمرين هذا تحت، فراح لكم شو الايام وشو العضلات اللي راح نلعبها بالايام المختلفه. فاليوم راح نلعب صدر وترايسبس، وراح ورجيكم هلا شو اللي بعمله عشان حمي الصدر او عشان حمي الكتاف بالاحرى قبل ما العب صدر. فبنزل الكيبل، اول حركه بعملها هي بحمي الكتف، بنزل الكيبل على مستوى جسمي وبعمل تقريبا 30-35 عده من هدول، فهون السحبه بتيجي لجوا. اوكي، بعد ما خلص هي الجهه بعمل الجهه الثانيه طبعا من ايدي، وبعدين ثاني حركه بعملها هي السحبه الخارجيه، فانا عم بسحب لبرا هلا صرت. فكمان هون بعمل 25-30 عده بالايد اليمين وبعدين بالايد اليسار، واخر حركه بعملها اللي هي لتحت نفس الشيء 25-30 عدة، وهيك بيكون كتفي تحمى 100%. بفوت على أول تمرين وفيني يكون متأكد إنه ما رح تجيني إصابة بالكتف. أول تمرين رح نلعبه رح يكون صدر عالي. الكرسي طبعا بيكون مرتفع، ما بيكون مستوي. رح نلعب دنابل، رح نعمل 4 جولات 12 عدة كل جولة. طبعا قبل ما نفوت بال4 جولات تبعتنا بنكون عملنا جولة جولتين الزيادة، يعني المجموع 6 جولات، بس أول تمرين دائما بنضيف عليه جولتين الزيادة. بنلعب بوزن خفيف مشان نجهز العضلة للتمرين، عشان ما نفوت على العضلة وتكون العضلة لسه باردة. فأنا هلا هي رح تعتبر أول جولة إلي رح أعملها. بلشت ب20 وزن، أول شيء بلشت في 20 كيلو، بعدين طلعت لل30، بعدين طلعت لل35، وهلا رح فوت على ال40، ورح اعتبر هي اول جوله الي بال4 جولات. فعملت 3 جولات تسخين لانه الجو بارد وجسمي بارد، فبتاكد انه انا جسمي حامي 100% قبل ما فوت على تمرين كثير قوي. ملاحظه صغيره بس بدي اقولها، انه ال4 جولات اللي بدي العبهم رح يكونوا بنفس الوزن، يعني انا حميت ووصلت لل 42 الدمبل اللي كان معي 42، وال4 جولات اللي رح اعملها رح تكون ب 42 كيلو. فلا تمسكوا وزن، انتم تقدروا تعملوا جولتين فيه بالبدايه، وبعدين الجولتين النهائيين تخففوا فيهم وزن لانه انتم مو قادرين عليه. فعرفوا اي وزن تنقوه تقدروا تعملوا فيه 4 جولات كامله. التمرين الثاني اللي رح نعمله 5 جولات على البنش المستوي، 5 جولات بس رح يكون سوبر سيت، يعني رح يكون تمرينين مختلفين. رح نلعب الدامبل العادي مع فتله فوق عشان نضرب الصدر من جوا، وبعدين بننزل الوزن نعمل 10 عدات، وبعدين نلعب فتح. اوكي، فرح اورجيكم هلا اول 10 عدات تقريبا هو نص الوزن اللي رح العب فيه. التمرين الثاني رح العب بنص الوزن هذا التمرين. هذا اول تمرين، اتس غانا بي سوبر سيت. هاي خلصنا اول جزء من التمرين، هلا ثاني جزء. هذا كان التمرين الثاني، فرح يكون سوبر سيت، دفع مع برمه
وبعدين فتح. رح نعملهم 5 جولات، يعني كل جولة 20 عدة، 10 دفع و10 فتح فلايز. Excellent. التمرين الثالث اللي كمان رح نعمله، أولا خلصنا التمرين الثاني والصدر عم بيتفجر، يعني صدري مولع مش قادر. أتحدى أي واحد فيكم يعمل هذا التمرين وما يحس إنه صدره تفجر. Dude, in all seriousness, how do you feel with the second exercise? My chest is broke. Your chest is broken. Yes. Okay. التمرين الثالث رح يكون كمان سوبر سيت، رح نعمل dips 10 عدات، بعدين رح نعمل ضغط 10 عدات. ف combination super set. Let's go. رح نعمل هذا 4 جولات مش 5 جولات، يعني 4 جولات سوبر سيت، 10 هون 10 هون، كل جولة 20 عدة. بدي ورجيكم انه لوكاس مش قادر يكمل التمرين. Come on, dude. Yes, bro. Oh, damn, dude. The lightning here is real good. Come on. Come on. Everybody's watching you. You have 65,000 people watching you. Don't fail them. Come on. How many push-ups are you going to be able to do? No pressure. I'm going to give you 4. 4? Okay. Yes. Come on. One, two, three, keep it up. 4. بما انه هلا لعبنا dips وبوش ابس اخر شيء، خلصنا ال4 جولات والترايسب اوريدي شغال، يعني واكثر من شغال، لانه بتمرين الدبس والبوش ابس نحن بنحرك كثير الترايسب، فرح نفوت على طول على الترايسب وزن عالي ما في اي مشكله، لانه العضله اوريدي حاميه، ما عم نبدا فيها، عم ننهي فيها. فالتمرين الاول للترايسب رح يكون سوبر سيت، رح نلعب 10 عدات سفلي قبضه عاديه و10 عدات قبضه عكسيه. فالعشر عدات الاولى رح العب فيها ليتس جو فل انشلاده. أول 10 عدات ننزل الوزن تقريبا للنص أو أقل من النص بشوي، نمسك قبضة عكسي هاي 20 عدة. واو دود، the pump is insane. صدر، ترايسب، كل شيء. Come on, give it a try. وهلا اخر تمرين ترايسبس رح نعمله، مو سوبر سيت، عادي جدا. رح نعمل هون 20 عدة على كل ايد، اخذت وزن خفيف 4 كيلو. رح يكون تمرين كيك باك. هاي خلصنا 20 عدة باليمين، 20 عدة باليسار. بس هذا هو كان تمرين لليوم. اليوم أول يوم
اول حلقه اول تمرين من سلسله برنامج التضخيم. بس لما اخلص البرنامج راح احطه كله بلائحه واحده، وتقريبا لما تضغطوا على اي فيديو من الفيديوهات راح يطلع لكم اللائحه كلها. بس اليوم هو اليوم اللي بتبداوا فيه، فهذا التمرين الاول هو تمرين الصدر وتمرين الترايسب. التمرين الثاني راح يكون تمرين ظهر وتمرين بايسب، وبعده رجلين. راح احطهم كلهم بالترتيب بس لما اصورهم. اذا هلا انتم شفتوا اربعه او ثلاثه منهم خالصين، اعرفوا انه لسه ما صورت بقيه التمارين. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم ما تنسوا تسلخوا لايك، تشتركوا بالقناه هون، تشوفوا اخر فيديو انا عملته هون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. I got that. You got that? Yeah.